السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الإنترنت. درس اليوم إخواني هو درس قوي جدا، بسيط جدا، من هاتفك ستربح. الكورس الذي طلبه مني الجميع في العمل بالهاتف وتحقيق مدخول لا بأس به، قد يصل 100 أو 200 دولار شهريا ببساطة بدون تعب. أنت في حياتك اليومية تستعمل هذه الطريقة لكن لا تستفيد منها. وكما نعلم أن التكنولوجيا في وقتنا هذا أصبحت كل شيء بأرباح، يعني ببساطة المشي تربح منه، لكن لن نشرح التطبيق الخاص بالمشي والربح منه، نحن سنشرح طريقة أخرى مع الكورس، سأعطي لكم كل شيء. قبل بداية الشرح أرجو الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وأريد أن أستشير متابعي القناة الأوفياء، ضعوا في تعليق إذا أردتم أن أريكم أو أشرح لكم درس إنشاء موقع رفع ملفات بسكريبت بي اش بي، ثمنها أعتقد يصل إلى 80 دولار، سأقدمها لكم مجانا ببساطة لمن يريد المشروع الخاص به. تحتاج فقط استضافة، وإن شاء الله سنقوم بشرح استضافات مجانية تمكنك من العمل مجانا، لكن سكريبت ثمنه أعتقد أكثر من 50 أو 60 دولار، سأرى الثمن يصل هنا إخواني، هذا هو الموقع والثمن الخاص به كما قلت لكم أعتقد أنه 69 دولار، والتكاليف تضاف 93 دولار. هذا السكريبت القوي جدا سأشرحه وأقدمه لكم مجانا للتحميل، فقط أريد تعليق، من أراد يضع لايك ويقوم بالتعليق. نريد شرح طريقة عمل موقع سكريبت مع التحميل. شاهد هذا سكريبت إخواني جيد، تستطيع العمل عليه ببساطة. هنا ستختار أي ملف، مثلا سأرفع عليه هذا الملف، شاهد كيف يعمل، شاهد كيف سيصبح الرابط كوبي، نعود بفتحه هنا ببساطة. طريقة عمله سيصبح موقع خاص بك، إعلان هنا وإعلان هنا، وسأشرح لك الربح من أدسنس، منه كيف استربح من ادسنس اخواني وشركات اخرى رفع الملفات. شاهد السكريبت عند الضغط هنا سيتم تحميل كل شيء مجانا. هذا القالب 90 دولار او لا اعلم تقريبا 93 دولار مجانا، فقط تعليق وساشرح له، اشرح ببساطه في الفيديو القادم. هنا نعود للشرح الخاص بنا. الكورس اليوم اخواني للاشخاص الذين يريدون العمل بالهاتف ببساطة، ستربح من بيع صورك من هاتفك فقط الربح من الانترنت، وبالتالي سأريكم إثبات. أنا أعمل على تطبيقين، من أشهر تطبيق ببساطة كل شيء سأشرحه لك في هذه المقالة أو في هذا الكورس، كيف تكسب المال من بيع صور من هاتفك، أيضا best apps to sell your photo، يعني أفضل تطبيقات لبيع الصور مضمونة 100%، كيفية بيع الصور والنصائح كيف تبدأ، كل شيء في هذه المقالة، كل المواقع هنا الصادقة هنا، وسأنصحكم بالمواقع التي سنعمل عليها، موقعين أساسيين تستطيع العمل عليهم وتنصيبهم، بالإضافة إلى تقديم إخواني التطبيقات، بالإضافة إلى تقديم تطبيقين أعمل عليهما شخصيا. أيضا ستجدون في هذه المقالة كل ما تحتاجونه، ويجب عليكم قراءتها، لماذا؟ لأنها مفيدة جدا، وستشرح لك كل ما هو مطبق في طرق الربح من الصور، لأنني قدمت فيها كل ما أملك، وأيضا بحثت على كثير من هذه الأشياء كما تشاهدون هنا. كل هذه المعلومات ستجدها في هذه المقالة، كيف استنجح، بالإضافة إلى خطوات والكثير من الأشياء. أيضا ستجدون التطبيقين الذي أعمل عليهما وطريقة التحميل، فطريقة التحميل أخي أختي بسيطة، فقط أقوم بعملها. لماذا؟ لأنني أنفق على الاستضافة، يكفيك فقط الضغط على الرابط الذي تريد، هنا سأضغط على الرابط هكذا، ستحول إلى الموقع الخاص بي الذي أقوم بحفظ فيه الروابط لكي لا يتم ضياع الروابط، وأضغط على الكاباتشا مباشرة يظهر لك في الأسفل خانة Get Now، تضغط عليها ستظهر لك هذه الواجهة، تستطيع الضغط على السيف لحفظ التطبيقات الخاصة بك، أو الضغط على الرابط مباشرة من هنا ستحول إلى الموقع الخاص بنا
اختصار روابط لا يعمل بدون يجب عليك نزع تفعيل اد بلوك. لماذا؟ لانني لا اضع فيه اعلانات المبثقه، فقط اعلانات جوجل ادسنس. تضغط على الكاباتشا هنا ثم تضغط على الخيار الازرق، بعدها تنتظر 5 ثواني فقط بدون بوب اندر. في الاسفل ستجد خانه جيت لينك، تضغط عليها ستحول الى الموقع الذي تحتاجه. هنا موقع كما تشاهدون فوب من المواقع التي أعمل عليها أو التطبيقات التي أعمل عليها. يكفيك فقط تسجيل فيه بالإيميل وتحميل التطبيق. سأترك لك رابط جوجل بلاي مباشرة لهذا التطبيق، فهو موقع قوي جدا بالإضافة إلى الموقع الثاني الذي سنشرحه في آخر الفيديو. نحن بكل صراحة لن نحتاج الحاسوب أو البرنامج أو الموقع الحاسوب. لماذا؟ لأننا سنقوم بالعمل على هذا الموقع من الهاتف الخاص بنا، لأننا لن تظهر لنا الصور التي حملناها في الهاتف في الموقع الخاص بنا، والسحوبات الخاصة بنا نستطيع أخذها من الهاتف، كل شيء في الهاتف. لذا أنا اليوم سأشرح لكم على الهاتف، وأيضا سأريكم كيف لدي صور في الموقع. هنا كما تشاهدون الصور قد لا تظهر في الموقع، لا توجد أي صور خاصة بي في حساب، لكن عند الدخول إلى الهاتف الخاص بي ستجدون أن الصور ظاهرة وأيضا published، وأيضا يجب عليك وضع يوميا صور لكي تحقق أرباح جيدة. وأيضا سنتوجه إلى الهاتف لأن العمل كله سيكون على الهاتف الخاص بنا، تابع معي. هنا إخواني هذه واجهة التطبيق الخاص بي كما تشاهدون. ببساطة نحن سنقوم بتحميل هذا التطبيق، سأترك لك رابط مباشر. هنا هذه التطبيقات كلها سأتركها لك، مثل التطبيق الأول والتطبيق الثاني والتطبيق الثالث والتطبيق الرابع. التطبيق الثاني عبارة عن شركة أخرى شرحتها ولدي أرباح فيها. سنبدأ بالعمل على التطبيق الأول كما تشاهدون. فلاب نضغط عليه، هنا هذا هو التطبيق، أضغط عليه. تقوم بإدخال المعلومات الخاصة بك، سيتم حفظها. شاهد دقة التطبيق، وهنا ستدخل الإيميل الخاص بك وكل شيء. شاهد أشخاص يقومون ببيع صور ب $150 كما تشاهدون. 5 أيام، هنا كما تشاهدون ريورد، يقدم بعض المسابقات. لكن نحن ما يهمنا إخواني أنك تقوم، أول نصيحة أنصحك بها قم بمتابعة الأشخاص. تضغط على إكسبلور، وهنا تقوم بمتابعة كل هذه الأشخاص، ستجد حساباتها. هنا نيوز، ستشاهد بعض الأخبار، تشاهد إعلانات، فالموقع يربح بعض الشيء من الإعلانات. وهنا الميشن تستطيع تصفحها، تريد مثلا مشاهدة صورة تضغط هكذا إن لوك، ستقوم بتشيل. إخواني نحن يهمنا هذه القائمة، هنا تضغط عليها وتختار الكوينز كما تشاهدون. تستطيع ربح فواب كوينز، تستطيع شراء بها موناش فوتو. اضغط على موناش فوتو، تشاهدون انني لدي في الماركت بليس الخاص بي اكثر من صورة كما تشاهدون. لدي صورة اثنان ثلاثة، ايضا لدي الفرنت كما تشاهدون. قمت بمتابعة الأشخاص، أضغط على فولو. كلما قمت بمتابعة الأشخاص إخواني، كلما أصبحت الصور الخاصة بك تظهر عندهم، وقد تقوم باختيار صورة يشتريها الكثير من الأشخاص. يوجد أشخاص فقط يتصفحون هذا الموقع من الصور لأخذ الصور فقط. جيد، هنا نحن سنضغط يور سيل، ستجد المبيعات الخاص بك هنا كما تشاهدون. الكوميشن، الأرباح التي يأخذها الموقع، أرباحك، أرباح ريورد، الجوائز. بعد تحقيقك لعدد من المبيعات ستقوم بالحصول على الريورد، وهي هدايا من الموقع. تريد إضافة صور، يكفيك فقط هنا الفري كوينز أو الفواب كوينز. هنا تستطيع شراء الكوينز كما تشاهدون، وتستطيع واتش ناو المشاهدة الإعلانات. في اليوم لديك 5 أو 6 إعلانات تشاهدون، وتأخذ على كل إعلان 5 نقاط. جيد، هنا نعود إلى يور راتد. هنا بعض الرسائل تأتيك، لقد ضيعت أكثر من 200 فوتو this week. تستطيع مشاهدتها كما تشاهدون، تستطيع التمرير. نريد إضافة صورة، نعود إلى الإكسبلور. هنا تضغط على هذا الخيار ثم تختار علامة الزائد، وتقوم بتحميل الصورة كما تريد. جيد،
بعدها نريد تحميل الصورة، سنقوم بالضغط على مثلا الدخول إلى هذا الموقع أو هذا الموقع بيكساباي أو بيكسلز، أضغط هنا هكذا وأقوم بتصفح الصور. مثلا أنت تعجبك صور اللابتوب، مثلا تقوم بكتابة اللاب توب، ستظهر لك الكثير من الصور. أعجبتك أحد الصور فقط تضغط على هذا الخيار وتضغط هنا، سنختار صورة أخرى لابتوب سكرين مثلا، جيد سكرين مثلا هذا، هذه أو ناتير، سنختار مثلا البحث على ناتير، ناتير وولبر خلفيات. تستطيع أيضا بيع الفيديوهات، فهو في الموقع أضاف خاصية الفيديوهات هنا، مثلا سأختار هذه الصورة أظنها جيدة، ننتظر قليلا. فأنا أستعمل النقل الصور للهاتف عن طريق الـ IP، لذا فهي تأخذ وقت. أضغط على هذا الخيار هنا السهم، ثم أختار داونلود إيماج، سيقدم لك كل المقاييس، من الأحسن تحميلها بأقوى مقياس وهو الأوريجينال. أضغط على الأوريجينال، أختار داونلود، سيتم مباشرة تنزيلها ببساطة. ننتظر قليلا، سيتم تنزيلها. وهكذا كل يوم قم بتحميل 5 6 صور. أنا لا أقول أن تقوم بعمل 70 صورة في اليوم وتحقق الأرباح في يوم، قم بوضع 5 صور وانسى التطبيق، ستأتيك المبيعات. ننتظر إلى أن يتم تحميل الصورة. كما تشاهدون تم تحميل الصور هنا، تم تحميل الصورة. ماذا أفعل؟ سأعود إلى التطبيق، واختار علامة الزائد اخواني هنا كما تشاهدون. انا قمت لانني لدي صور خاصة، قمت بالضغط على علامة الزائد وتحميل الصورة بدقة عالية. هنا كما تشاهدون الصورة اصبحت في الاسفل، سأريك هنا اصبحت في الاسفل، فهي اضافوا علامة أضافوا علامة خاصة بالموقع. هنا تقوم بوضع الديسكريبشن، مثلا في تصريف الهواتف النقالة توجد هذه، إذا كنت لا توجد الإنجليزية توجد هذه علامة الترجمة، تستطيع الضغط عليها واختيار ترجمة مثلا من العربية إلى الإنجليزية. تقوم بكتابة أي وصف بالعربية، مثلا صور طبيعية طبيعية جذابة حقيقية، كمثال فقط. أن تقوم بكتابة جيد هكذا 2022 وأضغط على أوكي، ثم أضغط أوكي من هنا وأختار تاكس إخواني. مثلا هنا سأختار أول تاكس سيلكت أول وأضغط على بابليش، يس 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 Publish. تم إضافة الصورة. فيما بعد الموقع سيضع إخواني المبلغ الخاص بالربح، سيأخذ منك بعض الأرباح وأنت ستربح أيضا من الموقع. هنا سنعود للتطبيق الثاني الذي سنشرحه، أيضا شرحته من قبل، وأيضا شيتر ستوك لموقع كبير جدا، لديه $5 أرباح كما تشاهدون، 65 تحميلة فقط. هنا هذه الصورة حققت لم تقبل لأنني قمت بأخذها من موقع بيكسلز، فكل صور قد تقبل وقد لا تقبل، قد يستعملها شخص ما، لذا أنصحك بأخذ الصور الجديدة من بيكسل وبيكسا باي. جيد، هنا مثلا لتحميل صورة، هنا ستجد الأرباح، كم تحصلت على الأرباح مثلا في شهر ماي 0.04، لأنني لا أضع صور فقط 4 صور. هنا التحميلات، تقوم بتحميل أي شيء، تضغط على كومونسي اي سي وتقوم بالتحميل. وهنا الحساب الخاص بك، لدي 4 صور تحصلت على 5 مبيعات. تصور انني وضعت 100 صورة، ما الارباح التي حصل عليها؟ ستكون الارباح قوية جدا. كل الروابط ستجدونها اسفل الفيديو. هكذا اطلنا اخواني الشرح، ساترك لك ايضا رابط تطبيق بيكساباي وبيكسل، وايضا هذا التطبيق والتطبيق الاول الذي شرحناه للربح من
الصور، بالإضافة إلى المقالة التي ستفيدك فقط طريقة تحميل شرحتها في بداية الفيديو. وأيضا أرجو أن تعلقوا على الفيديو القادم إذا أردتم أن أشرح وأقوم بتحميل لكم السكريبت مجاني ثمنه $93. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.